السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم صابلي ديال الشميشة. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي 125 غرام ديال الزبدة، عندي رشة ديال الملحة، عندي فاني، عندي بيضة، عندي ملعقة ديال حليب بودرة، عندي 100 غرام ديال سكر سنيدة، عندي 50 غرام ديال بودرة اللوز، وعندي 300 غرام ديال الدقيق. ندوزو لطريقة التحضير. في إناء غادي نوضع الزبدة، تكون بحرارة المطبخ، غادي نخلط الزبدة حتى تولي لينا بحال بوماط. غادي نضيف عليها السكر سنيدة، غادي نضيف الفاني ونلقى بصاصة الملحة، وغادي نخلط المكونات. دابا غادي نضيف البيضة، غادي نخلطهم جيدا. حتى كيولوا على هذا الشكل، وغادي نضيف عليهم الحليب بودره، وغادي نخلط تاني جيدا. غادي نضيف اللوز بودرة، دابا غادي نبدا نضيف في الدقيق، وغادي نخلط. من بعد ما كملت كتكون على هذا الشكل. انا زدت لي 300 غرام ديال الدقيق، وعلى حسب حجم البيضه قداش، واش صغيره ولا كبيره. دابا غادي نوضعها في وضعتها في بلاستيك، غادي ندخلها للثلاجه نصف ساعه ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا. من بعد ما خرجتها من الثلاجه سرحتها وسط جوج بلاستيكات، غادي دابا ندوزو باش نقطعوها ونكملوا الصابلي ديالنا ان شاء الله. عندي هاد المرشم،
غادي نضغط عليه مزيان باش تاخد لي الشكل. بعد ما كملت كيكون على هذا الشكل، ديروا المرشم في الدقيق الى احتاجيته وتطبعوا به، يعني تضغطوا عليه مزيان باش ياخذ لينا الزواق اللي كان في المرشم. عجينة صابلي ناجحة 100%، كي تهز بلا ما كتقطع لينا، بلا ما يلصق، بلا والو، كيكون على هذا الشكل. والعجينه اللي شطت لينا غير كنجمعوها بلا ما ندلكوها بلا والو، كنعاود ثاني نسرحوها. دابا من بعد ما كملت غادي ناخد البوق، يكون على قد الدائره اللي كتكون الوسط، وغادي نضغط عليه باش نحيد هذيك الدائره. غادي نكمل ونرجع معاكم. دابا من بعد ما كملت، دابا غادي ندوزو نحضرو النوكا. عندي 80 غرام ديال الجليكوز، 80 غرام ديال اللوز، انا عندي هذا كونكاسي، عندي 80 غرام ديال الزبدة. غادي نوضع الزبدة، داك الزبدة في الكاسرون. نخليها حتى تذوب لينا، وغادي نضيفو عليها الجليكوز. دابا غادي نضيف عليها الجليكوز، غادا نخلطهم. غادا نضيف اللوز، غادي نخليهم غير يغلاو، ما نخليهمش حتى يتحمروا لينا ويوليو، حيت مازال غادي يطيبوا مع الصابلي في الفرن. غادي نساجموا مع بعضياتهم، وغادي نحيدوا النوك ديالنا من فوق البوطه باش ندوزو نكملوا الصابلي. غير كيغلى لينا بحال هذا الشكل، وغادي نحيدو النوكا. صافي دابا غادي نحيدو، وغادي ندوزو باش نكملو الصابلي. غادي ناخد ملعقة صغيرة، ولا غادي نوضع النوكة في الوسط ديال صابلي. غادي نعمر صابلي كامل بالنوكة، وغادي ندخلو الفرن حتى يطيب لينا ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كملت النوكا، دابا غادي ندخلو الفرن.
دابا هو كي طيب في الفرن كي منك طيب يعني حتى النوكات هي كتبدا كطيب لينا، علاش ما كطيب خليوش حتى كتحمر لينا في في الكاسرون، غطيب لينا مع الصابلي من بعد ما خرجته من الفرن كيكون على هذا الشكل، وخا الإضاءة شوية شوية قليلة كيكون على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم، الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق وتشيروا الفيديو مع الاحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.